مستمرين بصباحنا غير. وهلا سلمى بننتقل لعالم الفن والموسيقى، فقد احيت الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه امسيه موسيقيه بقياده المايسترو عدنان فتح الله بمشاركه العازفين اياد عثمان، علي احمد، شادي مارينا و إريجان سرحان. هذه الأمسية حملت نغم جديد بطابع مميز وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون. أكيد نور، لنتعرف كيف كانت هالأمسية، شو هو الجديد المقدم فيها. بصرنا أنه نرحب بصباحنا غير لليوم بالمايسترو عدنان فتح الله قائد الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية. يسعد صباحك مايسترو. يسعد صباحك سلمى، يعطيكم العافية على الحفلة امبارح. الله يخليك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. ما خليناك تنام منيح اليوم. لا ما في مشكلة، أهلا وسهلا فيك ببيتك. مايسترو، خلينا نحكي عن أمسية مبارح، كيف كانت الأجواء والكاميرا الإخبارية كانت متواجدة وكان في تفاعل جميل من الجماهير؟ أنا أمسية مبارح هي من الأمسيات الدورية للفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية. يمكن كل العالم صارت تعرف أنه الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية كل شهرين هي لها لقاء مع الجمهور، ببرنامج جديد، بأعمال، بتجارب إبداعية جديدة مجال التأليف الشرقي. عم تطرح عازفين منفردين سولو على المسرح، عم يكون في شيء من التراث مقدم بطريقه جديده تماما كالعاده. امبارح كان شيء مميز بالحفل انه مشاركه الات يمكن لاول مره عم نسمعها عم تعزف موسيقتنا. مثل مثال اله المارينبا، هي اله ايقاعيه كلاسيكي، يعني بنشوف الموسيقى الكلاسيكيه. امبارح عزفت وصلي على مقام النهوند من الاغاني اللي لاصقه بذاكرتنا، طبعا عد الموزع داني حداد، وعزف الاستاذ علي احمد، هو من خريجين المعهد العالي للموسيقى، وعزف حتى معنا هو بالاساس الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه. فهي من التجارب الجديده، الهدف منها انه على طول نحن بنقول انه ما في يمكن جنسيه للاله، انه مثلا نقول هي الاله غربيه وهي الاله شرقيه. كل الآلات يمكن بلحظة حسنا نطوعها بإعطاء لون موسيقي جديد، بيقولون مثلا نحن نساوي تجربة كمان جديدة، سواء كان بيتذوقها هو مثلا من شرقي أو غربي. تماما. إضافة لآلة الساكسوفون كمان لأول مرة مع الفرقة العربية بيكون معنا الأستاذ شادي معنا كسوليست، هو اشتغل معنا حفلات كثير بس كسولو هو، وحتى قدم اغنيه هي لولا الملامه غناها على آلة الساكسفون. بالنسبه لهي التجربه، هي تجربه كثير قديمه، يمكن كلياتها عم نسمع بالعازف سمير السور، كثير قدم اغاني لعبد الحليم حافظ وام كلثوم، قدمهم ب ب ب بسيديات خلينا نقول، بس مع الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه هي اول مره. كان عمل ديو بين آلة الساز اللي عزف عليها الاستاذ اريجان سرحان وآلة البزق الأستاذ إياد عثمان، هو عمل خلينا نقول معاصر، كمان اعتمد بالألحان الأساسية فيه على أغاني من ذاكرتنا، مثل قديش كان في ناس، بعدك على بالي، غزالي، هدول الأغاني، إضافة لأناطر بيانتهم فواصل موسيقية كانت مدروسة بشكل كثير جيد، تمام، ولقيت قبول كثير من الناس. من الاعمال الجديده اللي تقدمت لاول مره كان افتتاح الحفل هو بعمل اسمه لها الحب، هو مكتوب على ايقاع 10 على 8، هو بسموه ايقاع السماعي، هو من مؤلفات الاستاذ كمال السكيكر. والعمل الثاني هو طقطوقه رقم 1 على ايقاع الجورجينا، هو من الاعمال خلينا نقول الصعبه اللي قدمتها الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية امبارح. مايسترو، رح نحكي أكثر عن تفاصيل كل شيء يتقدم، ولكن حنروح لنشوف هذا التشويق اللي حكيت لنا عنه، وهذا العزف وهي التوليفة الحلوة، أسرار الموسيقى العربية. امبارح كانت الزميلة هالة سعدي متواجدة، خلينا نشوف مشاهد من الأمسية ونرجع. Thank you.
هاي التجربة هو الحدث يعني فينا نعتبره يعني إذا نحكي بشكل أكاديمي هو أول مرة. صار في كتير تجارب قبل بس هي ما نجحت، بس اليوم هو إن شاء الله يكون يعني بشكل كامل نهاية النتيجة إن شاء الله بتكون كتير كويسة. برجع بأكد إنه هي آلة ماريمبا، هي آلة إيقاعية لحنية مثل آلة البيانو، بس نحن نستخدمها على مضارب نضرب عليها. أول مرة عم شارك كساكسفون، أنا بالعادة بطلع معهم بعزف جيتار بيس، بس هي أول مرة كان مشاركة لإلي كساكسفون، كان نمط شرقي يعني عم بعزف شرقي مع الفرقة، وبالعادة الساكسفون آلة غربية، بس هلا عم نعمل هي التجربة إنه نجرب كيف تطلع، إن شاء الله بتطلع حلوة. مايسترو، كنا عم نسمع مع بعض المقطوعات بالأمسية مبارح وعم نحكي تحت الهواء، قديش فعلا في توليفة موسيقية خاصة وفي نغم خاص، يمكن فينا نقول فلسفة موسيقية، ما عم نبالغ، بس لما تسمع بتروح لأماكن كتير وانت بدار الأوبرا. تماما. هلأ بدي أحكي بس على شغلة، هو يمكن النمط اللي أخذته الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية من وقت تأسيسها، ويمكن تعززت الفكرة بال2003 وحتى وقت اجيت انا كقائد رسمي للفرقة بال2013، هو بالفعل انه نحن نرسم يعني ملامح موسيقى جديدة، ملامح او لونية موسيقية جديدة من خلال موضوع مثل ما قلت من شوي، موضوع التجارب الجديدة اللي عم تنطرح. هذا موضوع التجارب هو نقطة كثير مهمة. نحن بكل حفل عم يكون عندنا عمل او عملين او ثلاثة، هن اعمال سورية تماما من قبل مؤلفين سوريين شباب عم تنضاف لمكتبتنا الموسيقية السورية. هو هذا عن طريق التراكم، هو عم يأسس لمكتبة موسيقية سورية من هي الأعمال، هي اللي عم ترسم هي الملامح إنه العالم اللي عم تحبها أو تستسيغها أو عم تجي تحضر الحفلات عشان تسمع هذا النمط الموسيقي. فهذا شيء كثير مهم، يمكن أثره هلا يكون بسيط، بس هو أثره أكيد بعد 10 أو 15 سنة. لا، أثره أقوى اليوم في ظل ظروف الحرب. نعم، وحتى مثلا لبعدين مثلا هذا الجيل اللي طالع إنه راح يشوف هاي التجارب وراح من عنده هو يبلش كمان يرجع يطور ويساوي مثلا موسيقى جديدة، أكيد الموسيقى السورية راح تكون بمكان كثير 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 كويس، ويكون عندنا مخزون أكيد. وموضوع المكتبة الموسيقية خاصة. تماما هو في شيء كمان مهم، انه وجود هي المكتبة الموسيقية هي من نوتات ومؤلفات وكذا، هي كثير مثلا راح تساهم بانتشار هي الموسيقى. يعني وقت اللي مثلا انا على طول بحكي هي الشغلة، عم روح انا كود اوركسترا اللبنانية الشرق العربية كل سنة مرة، تماما انا عم بحمل معي انا هدول الاعمال، تماما لارجع اروح اقدمها. هي نقطة كثير مهمة لما تقول مكتبة موسيقية خاصة، لأنه صح. العالم العربي أول ما تم احتلاله من يمكن البلاد الغربية أول شيء عملوه هو حرق المكاتب تماماً. يعني تماماً. الموسيقية إن كانت ولا الكتب لضرب هذا التاريخ والحضارة، فلما أنت بتعمل إنشاء لمكتبة موسيقية عن جديد أنت عم ترسم يمكن تاريخ جديد، حضارة جديدة، ملامح عمر آلاف السنين، بس في إلى استمرارية وقع صحيح. خاص صحيح صحيح. فهو كيف. هذا موضوع انتشاره هو المطلوب والأهم. وبالفعل صار يعني احنا من فترة سمعنا جهاد عائلة عم يشتغل لونجر رياض الصنباطي، هي من أعمال الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية وتوزيع الأستاذ كمال سكيكر، وموجود تسجيل الفيديو. فهذا شيء كثير مهم، يعني إذا بدنا نحكي عن الشيء اللي دائما بتطرحه الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، إنه دائما عندكم شيء جديد اللي هو تطوير. ناس يمكن تعتبر إنه الموسيقى هي مدارس وهي المدارس مغلقة، ولكن هذا الخطأ، لأنه دائما الفنان او الموسيقي بيقدر يبدع يطور ويحط خطه. امبارح كان في كمان شيء جديد، مؤلفين سوريين، وانت معروف عنك انك دائما بتحب تقدم فكره جديده، بتامن بشاب، بتامن بصوت، بتامن صحيح. بفنان وبتقدمه كل حفل. قد ايه يمكن هذا الشيء بيخلي هيك ميزه لكل حفله بتقدمها، وخصوصا كل شيء جديد. طبعا هلا هو حاله الموسيقى خلينا نقول بالفونت العريض هي حاله متطوره، فانه اجباري هو نجاح هذا المشروع
هو مرتبط بتطور كمان ما يقدم من برامج. طبعا هذا التطور هو مو انا اللي بصنعه، يمكن انا بالنهايه انا مخرج لهذا العمل. اللي بصنعه هو هذا المؤلف اللي هلا مثلا عمره 22 سنه غير المؤلف اللي عمره 40 سنه. صح. كل حدا له مزاج، كل حدا له فكر، كل حدا له توجه، كل حدا له نمط، له اسلوب. فكفرقه وطنيه سورية للموسيقى العربيه هي من واجبها تطرح هي التجارب مثل ما تفضلتي وحكيتي بدون استثناء، يعني تماما تطرح هي التجارب وتقدمها للناس وتقدم مؤلفين. عم نشوف هالشيء عندكم بالذات، يعني عم نشوف دائما في عندكم احتضان للشباب، احتضان لكل موهبه فنيه شابه، وعم بتقدموها على هذا المسرح اللي اكيد حامل اسم كبير اللي هو الفرقه الوطنيه للموسيقى صحيح العربيه. صحيح صحيح. فهو بالفعل يعني بخدمه اسم هي الفرقه، لانه يعني اسم بيخلي علينا مسؤوليه كثير كثير كبيره. بالنهاية الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، ومعروف نحن الموسيقى ملتصقة بتاريخنا أو بحضارتنا من 10,000 سنة. بس حكيت نقطة مهمة مايسترو عدنان، لما تقول فنان عالمي مثل جهاد عقل يتفرد بمقطوعة موسيقية أنتو، هي علامة موسيقية مهمة لكم لما نقول. هو هذا عم نشتغل عليه، وعم نقول هي بوادر، يمكن خلينا نقول إنه نحن حققنا يعني هذا الحكي بالشراكة مع كل الأساتذة اللي عم يشتغل، سواء كان عازب الفرقة سواء كان مؤلف وموزع. هي تشاركية، لأنه نحن ننشر هاي الموسيقى، ننشر هذا النمط، ننشر هذا الأسلوب اللي عم نشتغل فيه. هي المقطوعة شو كانت؟ كانت لونغا رياض، لونغا رياض، لونغا فرح فزاهي للمؤلف الموسيقي رياض الصنباطي المعروف. تمام. بس هي التوزيع الأوركسترالي الملفت للنظر كان الأستاذ كمال سبيكر، وجهاد عقل عزفها كسولو من توزيع الأستاذ كمان. طبعا انا كنت مقدمه مع الاوركسترا اللبنانيه قبل بحفله. بس هذا الانتشار هو انتشار مطلوب تماما. هي شغله بتفردنا يمكن باسلوب الكتابه. طبعا هذا كله بفضل انه نحن كموسيقيين مهتمين بالموسيقى الشرقيه، درسنا بالمعهد العالي للموسيقى، تلاقينا يعني جمله من العنصريه الموسيقيه، فهون يعني مهمه الموسيقي اللي المختص بالموسيقى الشرقيه انه هو يطور هاي الموسيقى بادوات تعلمها من الموسيقى خلينا نقول الكلاسيكيه او العالميه. طبعا مو كلياته ممكن يطبق، هي عباره عن مثل ما على طول انا بحكي عن تجارب، لانه موضوع الموسيقى انا الشرقيه هي موسيقى مميزه بتختلف عن الموسيقى الكلاسيكيه. كل عمل موسيقي له تجربه ثانيه، له فكر ثاني، له حلول ثانيه لحتى تنكتب لفرقه وتتقدم. اكيد. فهذا هو الشيء اللي رسم هي الملامح، وان شاء الله لقدام اكيد بيكون في شيء كثير كويس. اكيد. يعني مايسترو، نحن عم نشوف البروشور الامسيه امبارح، اكيد بدنا نوجه شكر لدار الاوبرا، لانه كل حفله بتخصنا بهيك بروشور صغير بيكون فيه يمكن لمحات بسيطه عن كل فرقه، عن كل طبعا عازف ايمت بلش، شو اهم محطاته، شو تقدم، اضافه لبرنامج الحفل. يمكن هدول كمان وثائق فنيه رح تبقى، ولما طلع هيك بيوقف النظر عند عام 2013 لما حضرتك استلمت الفرقة الوطنية، استلمتها بأصعب سنين الحرب على سوريا. طبعا. هذا الشيء زاد المسؤولية، ولكن شفنا الحفلات بالعكس زادت أكثر، كان في خطوات أكثر. اليوم بعد كل هالسنين شو لسه ببالك ممكن تقدمه للفرقة الوطنية؟ هلا انا احكي على شغله، هي الموضوع الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه قبل عام 2013 يمكن كان في، ما بدي اقول مثلا ظلم، انا كانت هي عباره عن فرقه انه خلص كل 6 اشهر تعمل حفله، كل 7 اشهر تجي مناسبه تعمل حفله. بعام 2013 انه صدر قرار رسمي بتسميتي قائد رسمي للفرقه، بس كان الماده الثانيه من القرار واللي هي الاهم بصراحه، مو الموضوع مثلا قائد رسمي ولا وجود قائد رسمي ولا، هو الشغل الاهم هو اعطاء صفه الدوريه للحفلات. لو نحن كل شهرين يكون لنا لقاء مع 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 الجمهور، وهذا كل الشكر اكيد لوزاره الثقافه والهيئه العامه لدراسه الثقافه والفنون اللي عم تحتضن هي الفرقه، انه كل شهرين حفله. تمام. هذا هو الشيء اللي هو اللي خلانا نحن يصير عندنا ريبورتوار عم نشتغل عليه، صار عندنا هي المكتبه عم نحسن نقدم افكارنا مشاريعنا. هذا هو الموضوع، صفه الدوريه بالحفلات. فكل الحفلات اللي جايه بعدين اكيد لها نفس التوجه. بالدرجه الاولى صون التراث السوري، هذا اكيد واجب علينا، وخاصه بهالمرحله صون التراث السوري وتقديمه بطريقه اكاديميه بتعتنى بادق التفاصيل، مو كفرقه عاديه عم تعزف أكاديمياً اي اغنيه، اي اغنيه تراثيه، لا اكاديميا معتنيه بالتفاصيل. وحتى مضاف لها مثلا شيء من التوزيع اللي عم يعطيه هذا البعد الثالث اللي احنا خلينا نقول مثلا بننبسط فيه وتعم نسمع.
هذا الشيء. الشيء الثاني هو هي التجارب الإبداعية لازم تضل عم تستمر. أنا على طول على تواصل مع مؤلفين سوريين سواء كانوا مثلا برا أو هون من الشباب هون، على طول بساوي هيك شيء بسموه مثل العصف الذهني للشباب الجداد، بحس حدا عنده ملكة بالتأليف فبقول له مثلا بتعطيني قطعة بعد شهرين تمام، فهو ما بده ينام الليل شغل شهرين زمان طالب. بس انه بالعكس انه هي اول تجربه، لما نقول شباب عمره 20 21 عم تدعموها بهي الطريقه، هذا شيء مهم كثير اليوم. تماما فانه هذا الشيء انه محفز له لحتى انه هو يكتب عمله وبعدين انه يتطور ونحصل بالنهايه على مؤلف بالفعل يكتب موسيقى. موضوع احتضان خلينا نقول مو احتضان، المشاركه تخيل المواهب او الكوادر الوطنيه اللي عندها موهبة مهمة إلى أثر يمكن بسوريا وحتى بالعالم العربي، هي أكيد موجودة. يعني الباب مفتوح لكل الناس اللي عندها بالفعل موهبة قادرة أنه هي تقدم شيء يليق بمسرح دار العبرة، يليق باسم الفرقة، فهو الباب أكيد مفتوح تماما. شو كمان يعني هدول كل الحفلات هيك رح تكون إن شاء الله. أكيد وأكيد يعني في احتمال يعني نجتمع أكيد بأنماط تانية من الفنون مثل ما اجتمعنا قبل مع الرقص، بجوز يكون عندنا في اجتماع هلا مع فيلم سينما أكيد. مثلا هي عم بحكي عن فكره جديده. اكيد نتمنى لك التوفيق مايسترو عدنان فتح الله، ونحن دائما موجودين في الاخباريه السوريه لدعم كل المواهب السوريه ومتواجدين معكم بجميع المراحل. شكرا كثير لك، نتمنى لك التوفيق، نوجه التحيه لكل العاملين معكم لجميع القطاعات التشاركيه معكم ان كان وزاره الثقافه او وزاره اي جهات عم تشاركون. شكرا كثير لك. شكرا لك مايسترو، دائما هيك بتطفي على صباحنا لمسه فنيه خاصه. اكيد الشكر لكل اعضاء الفرقه أكيد. الوطنية ولكل المايستروهات المتواجدين حاليا بالبلاد واللي لهم بصمة نحن بنفتخر فيهم مثل حضرتك، وأكيد المايسترو ميساك. شكرا كثير لك. أهلا ميساك. شكرا كثير لك.